على ضفاف نهر الماين تقع أشهر مدن ألمانيا وأوروبا، مدينة الفيلسوف الكبير جوتا، مدينة فرانكفورت، والتي تعتبر أكبر مركز مالي واقتصادي في ألمانيا وأوروبا. رح نحكيكم على أهم 10 مناطق سياحية لازم نزورها في حال إجيتوا إلى فرانكفورت. تابعونا للنهاية. نبدي أول جولاتنا بمدينة فرانكفورت من هذا التمثال الرمزي اللي مصنوع من البرونز. يعتبر هذا التمثال هو الرمز لتطورات الأسعار الإيجابية والسلبية في سوق البورصة، حيث يشير الثور المنتشي بالنصر إلى الصعود الناجح، فيما يشير الدب الرابط بالرأس إلى أسفل إلى اتجاه الهبوطي للأسعار وسوق البورصة. يشار إلى الأسواق الصاعدة والهابطة بالثور والدب، حيث رمزان إلى المشاركين في سوق التوقعات المختلفة، حيث يشير الثور إلى التفاؤل والدب إلى التشاؤم. الثور يمثل النمو الاقتصادي، فيما يمثل الدب الركود الاقتصادي. أكيد وأنت قاعد تتمشى مدينة فرانكفورت راح تسمع مصطلحين رئيسيين اللي هي بولش ماركت وبيرش ماركت. بولش ماركت يعني إنه السوق صاعد، وبيرش ماركت معناها إن السوق نازل. هذه أهم مصطلحين راح تسمعها بمدينة فرانكفورت أثناء تجولك بها. لأي سائح يجي لمدينة فرانكفورت لازم يمر بساحة الرومرزبرغ اللي هي المكان الثاني اللي راح نحكي عليه بحلقتنا اليوم. معنى كلمة الروما بالألماني هي كلمة الروماني، وهذا المجمع يعود تاريخه بالواقع إلى العصور الوسطى، حيث تم بناء هذا المكان من 9 منازل رئيسية حتى شكل بالأخير مبنى بلدية مدينة فرانكفورت. يزور هذا المكان مئات الآلاف سنوياً، ويعتبر المزار الرئيسي الأول في مدينة فرانكفورت، رغم جمال المدينة الجديدة المليئة بناطحات السحاب. ولا تنسى قبل ما تترك هذه الساحة الجميلة تشرب لك فنجان قهوة وتأخذ لك رمز تذكاري يذكرك بهذا المكان الرائع أثناء سفرتك له. جسر العشاق ثالث أماكننا السياحية اللي راح نزورها اليوم في مدينة فرانكفورت، أو كما يسمى بالأيزيرناشتيغ، جسر الأقفال أو الجسر الحديدي. تم بناء هذا الجسر عام 1869، يقع مباشرة على نهر الماين ويربط جانبي مدينة فرانكفورت. بالقرب منه توجد العديد من اليخوت، حيث يمكنك إجراء رحلة بحرية على طول نهر الماين. ومثل ما كلكم تعرفون أنه مدينة فرانكفورت هي أكثر المدن اللي تأثرت بالحرب العالمية الثانية، واللي ضررت كثير من أبنيتها ومدنها القديمة. لذلك تم بناء هذه المنطقة أو منطقة الأبراج كما يسموها، واللي بيتواجد بها أكبر سوق للمال والبورصة، ويوجد فيها مقر البنك الاتحادي الألماني بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي، والذي تم وضع أمامه صرح كبير يحمل علامة اليورو الشهيرة. تم تسمية هذا الشارع بشارع مانهاتن، إشارة إلى مدينة مانهاتن أو جزيرة مانهاتن الموجودة في مدينة نيويورك والمعروفة بمبانيها العالية، حيث تم أخذ كلمة ماين من نهر الماين اللي موجودة في مدينة فرانكفورت، بالإضافة إلى جزء ثاني من مانهاتن اللي موجودة في جزيرة نيويورك. مثل ما تعرفون أي مدينة ما تكمل رحلتها إذا ما تزورون أهم شوارعها. أهم شارع بمدينة فرانكفورت التجاري، تلقى فيه كل أنواع محلات وماركات العالمية، راح تلقاها في شارع التسايل. شارع التسايل اللي يحتوي على المول الرئيسي اللي موجود بمدينة فرانكفورت واللي اسمه مايتسايل. مايتسايل هو واحد من أهم الماركات التجارية الموجودة بهذه المدينة. افتتح المايتسايل عام 2009 بشكل معماري مثالي، حيث يتكون هذا المول من 6 طوابق مليئة بالمحلات التجارية بكل الماركات العالمية، بالإضافة إلى المطاعم الغربية والشرقية من أكلات بحرية ومأكولات مختلفة، بالإضافة إلى مقاهي وقاعات الفتنس. المكان الثالث اللي راح نزوره بمدينة فرانكفورت هو بيت الفيلسوف الألماني الشهير جوتا، واللي موجود بالقرب من عنده متحف خاص موجود به كل مقتنياته وكل الشغلات اللي كان يستخدمها الفيلسوف الألماني الراحل جوتا في حياته العامية. يتألف من منزلين نصف خشبيين مكون من 4 طوابق مبنية على الطراز الباروكي آنذاك،
عاش جوتا طول حياته بهذا المنزل عدا فترة دراسته اللي قضاها في مدينة لايبزيغ. وبالتأكيد لازم نزور الإيشنهايم توم اللي تمثل البوابة الرئيسية لمدينة فرانكفورت القديمة. فرانكفورت الدوم أو كاتدرائية فرانكفورت هي المكان السياحي الثامن اللي راح نزوره بحلقتنا لهذا اليوم، حيث تعتبر هذه الكاتدرائية الرئيسية لمدينة فرانكفورت لأنها المكان الرئيسي اللي كان يتم فيه تتويج الملوك وتنصيب الأباطرة في الحضارة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية على مر العصور. كانت تعتبر البناية الأعلى في مدينة فرانكفورت للقرون الماضية والسابقة للحرب العالمية الثانية، حتى جاءت الحرب العالمية الثانية ودمرت مدينة فرانكفورت وتم بناء ناطحات السحاب بها. تعتبر كاتدرائية فرانكفورت إلى يومنا هذا مكان تذكاري مهم للتاريخ الإمبراطوري. بأعلى هذا البرج يحتوي على إطلالة مميزة على المدينة القديمة. كل ما عليك أنه تصعد 300 درجة حتى تنتهي بهذه الإطلالة المميزة. ألتا أوبر أو ألتس أوبن هاوس تم بناؤه بين عامين 1873 و 1880 ليكون دار الأوبرا البلدي الرئيسي لمدينة فرانكفورت، إلى أن تم تدميره بغارة جوية أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1944. ثم قامت الدولة ومدينة فرانكفورت ببناء دار أوبرا جديد لكي يكون بديلا إلى دار الأوبرا الحالي الموجود قبالكم عام 1951. استمر المبنى اللي قدامكم هذا كخراب إلى سنة 1976 إلى أن تم إعادة صيانته وبناء من جديد من عام 1976 إلى عام 1981. ومن على ضفاف نهر الراين أودعكم من مدينة فرانكفورت وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة والتقونا بحلقة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.